شهر رمضان الكريم يتربى في النفس الإكثار من الأعمال الصالحة، فما من عمل إلا وهو مضاعف في رمضان إلى أضعاف كثيرة. فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فطر صائما فله مثل أجره، والتسبيحة بألف تسبيحة في غيره. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، ونعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غيركم.